السيدة انتصار السيسي كمان صاحبت السيدة أمينة أردوغان إلى الهلال الأحمر وغرفة عمليات حياة كريمة. وكتبت السيدة انتصار السيسي اليوم أيضا شكر للسيدة أمينة أردوغان على صفحتها الرسمية. تعالوا ماذا قالت السيدة انتصار السيسي؟ لو معانا التويتة، هل موجودة معانا التويتة؟ أرحب بضيفة مصر العزيزة السيدة أمينة أردوغان حرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإنني استشرفت بلقائها على أرض مصر الغالية، كان لقاء وحديثا زاخرا بالمناقشات حول موضوعات الحماية المجتمعية والمبادرات ذات الصلة بالمساعدات والجهود المصرية المبذولة في هذا الشأن. وقمنا بجولة تفقدنا خلالها غرفة عمليات حياة كريمة والهلال الأحمر المصري لمطالعة سير الأعمال، زيارة غالية وخطوة عزيزة للسيدة التركية الأولى على أرض مصر، وتطلع لتعزيز سبل التعاون بيننا في شتى المجالات. هكذا كتبت السيدة انتصار السيسي للسيدة أمينة أردوغان قرينة الرئيس التركي أردوغان. نتابع جولة وتفقد غرفة العمليات حياة كريمة من جانب السيدة انتصار السيسي والسيدة أمينة أردوغان. عام 2019 بتشريف كريم من حرم السيد رئيس الجمهورية، وهي على اتصال دائم ومجهزة بكافة الأجهزة السلكية واللاسلكية المتقدمة، في اتصال دائم بمجموعات الإغاثة داخل جمهورية مصر العربية، بيراقب الأحوال الجوية، بيراقب الأحوال الإغاثية والإنسانية.